في اتصال هاتفي الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض مع رئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية وتطورات تنفيذ اتفاق التسوية السلمية بجنوب السودان والموقع أغسطس الماضي. مصر تتسلم الدفعة الثانية من مقاتلات الرافال الفرنسية والقوات المسلحة تنظم عرضا لها في سماء القاهرة. بان كي مون يجدد رفضه المستوطنات الإسرائيلية ويقول إنها غير قانونية وتهدد بتدمير حل الدولتين. الرابع عصرا هنا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، تحية لكم وهذه بانوراما إخبارية لأبرز أحداث الساعة. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لحكومة جنوب السودان وكافة شركاء التسوية السلمية هناك من أجل تدشين الحكومة الانتقالية في أقرب فرصة. جاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس جنوب السودان سيلفا كير، استعرض خلاله آخر تطورات تنفيذ اتفاق التسوية السلمية الذي تم توقيعه في أغسطس من العام الماضي. من جانبه أوضح سيلفا كير حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بمختلف المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية 26 التي تعقد يومي 30 و 31 من هذا الشهر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس سيعقد عددا من اللقاءات مع رؤساء الدول الإفريقية، كما سيقدم تقريرا إلى القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغيير المناخ. وستتضمن التقرير نتائج قمة باريس لتغيير المناخ والتي عقدت ديسمبر العام الماضي. لمزيد من التفاصيل والتعليق معنا على الهاتف الدكتورة أمان الطويل، خبير الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتورة، ما هي أهمية زيارة الرئيس وحضوره أعمال القمة الأفريقية في الوقت الذي دعمت فيه القيادة المصرية وضعها في بين الأشقاء الأفارقة وأيضا تأكيدها لدعم حقوق الأفارقة؟ بالتأكيد هي مشاركة مهمة تسمح لمصر بالتفاعل مع كل القضايا الإفريقية. وجود الرئيس بيسمح أيضا بالتفاعل على مستوى الرؤساء لحل كثير من المشاكل العالقة في القارة الإفريقية أو الأهداف الاستراتيجية للقارة الإفريقية. وجود الرئيس مهم جدا لأنه الحقيقة بيخلق مساحة من التفاعل، ليس السياسي فقط ولكن التفاعل الإنساني والنفسي، وهذه مسألة مؤثرة في عملية اتخاذ القرار وخصوصا في إفريقيا. دي مداخل مهمة لاتخاذ القرار في إفريقيا. أتصور أن مصر تدعم بالتأكيد الاستراتيجيات الإفريقية المنبثقة على الاتحاد الإفريقي الخاصة بالتنمية، خطة التنمية 1363، أيضا القضايا المرتبطة بتمكين المرأة والشباب، القضايا المرتبطة بالحرب على الإرهاب. مصر تتطلع أيضا لعضوية المجلس السلم والأمن الإفريقي. وجود الرئيس بالتأكيد يدعم فرص مصر في عضوية هذا المجلس. وأيضا بالفعل كما تعلمين دكتورة، هي يعني آخر الأنباء أكدت نجاح مصر في الانضمام لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي. ده خبر عظيم لأنه يسمح لمصر الحقيقة أنها تنقل أيضا الهموم والهواجس والأشواق الإفريقية إلى مجلس الأمن، باعتبار أنها عندها عضوية مؤقتة في مجلس الأمن. ده بيدي فرصة كبيرة لمصر لدعم كل القضايا الإفريقية المرتبطة بخفض الديون أو حتى بإنهاء الديون على بعض الدول الفقيرة أو مكافحة الأوبئة أو التعاون البيني بين الأفارقة بعضهم ببعض. كل هذه الأمور الحقيقة بتسمح لانتقال إفريقيا إلى مكانة أكبر وأفضل، وخصوصا أن إفريقيا واعدة على مستوى الاستثمار المباشر، على مستوى
النمو بتحقق دول جنوب الصحراء الحقيقه معدلات نمو هائله. نعم. ثم تاتي التوقعات الافريقيه وامال دول افريقيا لكي تكون مصر تحمل الصوت الافريقي والامال الافريقيه ايضا في المحافل الدوليه وفي مقدمتها بالطبع الامم المتحده. بالتاكيد ده بيدعم افريقيا في العالم ويدعم القضايا الافريقيه وخصوصا على المستوى الاقتصادي. هناك هدف استراتيجي لافريقيا لم يتحقق منذ اكثر من عقد وهو مساله خفض الديون. اتصور ان مصر عليها انها تعمل في هذه المساله بجديه. ايضا في تحدي اساسي امام افريقيا في هذه الاونه مرتبط بالمناخ. مصر ترأس لجنه المناخ التابعه للاتحاد الافريقي والتي تسلمتها من تنزانيا. بالتأكيد مطلوب نوع من أنواع السياسات الجديدة والمغايرة في إفريقيا فيما يتعلق بمواجهة التصحر. يعني إحنا للأسف القارة التي تواجه انعكاسات التقدم في العالم الأول وبالتالي نعاني من التصحر وقلة المياه. كل دي مسائل يعني موجودة على القمة الإفريقية النصفية. نعم. شكرا جزيلا دكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. نجحت إذن مصر اليوم في الانضمام إلى عضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بالفوز بالمقعد لثلاث سنوات من 2016 إلى 2019 عن إقليم الشمال بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الإفريقي خلال اجتماع المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الإفريقي والمنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ويأتي فوز مصر استكمالا لجهود ونجاحات الدبلوماسية المصرية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن عضوية مصر في مجلس السلم والأمن تأتي في إطار مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية. التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم بوزيرة خارجية كينيا أمينة محمد وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الإفريقي والمنعقد بأديس أبابا. تناول اللقاء بين الوزيرين متابعة مسار العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية في مقدمتها الأوضاع في الصومال. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين اتفقا على أهمية متابعة نتائج ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الكينية الأخير بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون في كافة المجالات التي تناولتها اللجنة المشتركة المنعقدة في نيروبي يناير الماضي. كما التقى شكري على هامش اجتماع المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الافريقي ايضا بوزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين. تناول الاجتماع متابعة الازمة السياسية في جنوب السودان وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بالاضافة الى مشروعات التعاون التي تقوم بها مصر في جنوب السودان. تسلمت مصر اليوم ثلاث مقاتلات جديدة من مقاتلات الرافال الفرنسية حيث تحتفل القوات المسلحة بانضمام الدفعة الثانية من هذه المقاتلات إلى سلاح الجو المصري. ومن المقرر أن تحلق الرافال بعد ظهر اليوم في سماء القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر. يرافقها فريق الألعاب الجوية الذي يقدم عروضا جوية وذلك بمناسبة وصول المقاتلات. وقد وصف مصدر عسكري طائرات الرافال بأنها تمثل خطوة نوعية في زيادة قدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها في دعم جهود الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء طيار نبيل شكري الخبير الاستراتيجي. سيادة اللواء إذن دفعة جديدة من الرافال بعد الدفعة الأولى التي تسلمت خلالها مصر في يونيو الماضي ثلاث مقاتلات أخريات. نذكر فقط بأهمية انضمام الرافال إلى المقاتلات التي يمتلكها سلاح الجو المصري بالقوات المسلحة. ايوه وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. انا بس ليا تعليق شويه بلاش كلمه خبير استراتيجي دي. ما بتعجبنيش. انا بقى طيار من طيارين القوات الجويه سابقا انما ليا تحليل للطياره الرافال.
الطائرة الرافال دي لو الناس ما تعرفش طائرة متعددة المهام. ما معنى كلمة متعددة المهام؟ كان زمان العقيدة الشرقية بتطلع طائرات مقاتلة اللي هي للدفاع وطائرات مقاتلة قصف. مقاتلة قصف اللي هي بتقوم قصف الأهداف. تمام. متعددة المهام دي بتشتغل مقاتلة ومقاتلة قصف، يعني ممكن تشيل حمولة قنابل وصواريخ في الوقت نفسه لو حصل بينها وبين العدو اشتباك تقدر تشتبك وترمي الحمولة بتاعتها وتشتبك كمقاتلة ذات كفاءة عالية جدا. المزايا في الطائرة الرافال انها طائرة، انا بقولها بقى مش طائرة استراتيجية بعيدة المدى. المدى بتاعها المدى التكتيكي اللي هي تطلع تضرب وترجع اكثر من 1500 كيلو. اذا طائرة توفي باحتياجات القوات الجوية المصرية. التسليح بتاعها قنابل، صواريخ، صواريخ موجهة. المهم في الصواريخ الموجهة ان يبقى يسهل توجيهها، اللي هي بواسطة الرادار بتاع الطيارة، يعني الصواريخ رادارية وفي صواريخ حرارية. بمعنى الصواريخ الحرارية بتروح بتنضرب على طائرة الانفراريد اللي طالع من المحرك، هي بتروح له على طول مجرد ما تطلق يطلق الصاروخ او من الطائرة اللي تطلقه. الراداري بيبقى الصاروخ في الموجة الرادارية، الرادار بيبقى راكب الموجة الرادارية. طبعا النهارده المدايات بتاعت الصواريخ اللي هي الجو جو اللي بتستخدم في القتال الجوي مداياتها بقت كبيره قوي. فالطائره الرافال بتمتاز تحقق هذا الهدف سواء بالانفرا بالاشعه تحت الحمراء او الصواريخ الرماديه. تمام. الطائره تمتاز بمناوره كويسه قوي، فيها اثنين محرك، يعني الباور ويت ريشيو اللي هو لو قارنا وزن الطائره بقوه الدفع بتاعت المحركات، الريت بتاع او النسبه بتاعتها عاليه قوي في الطائره الرافال. اذا هي في الاشتراكات الجويه بتحقق للطيار او ميزات هائله. فرنسا لما بتدي الطيارة بتدي معاها جميع التكنولوجي العالية بتاعت الطيارة، جميع الصواريخ اللي تستخدم سواء الرادارية أو الحرارية. يعني كل الإمكانيات المتاحة في هذا النوع من الطائرات الرافال وفرتها أو توفرها فرنسا. ما فيش كلام. طبعا الطائرة دي حصل عليها لغط كبير قوي، وده لغط من الإخوة اللي مش عارف إيه، إن هم لو جبنا صاروخ هيقولوا عليه ده صاروخ شينك، يعني إنما هي دي طائرة بتكمل منظومة التسليح في القوات الجوية المصرية. تمام. في الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية فاهم وعارف كويس قوي امكانيات الطائرات دي، وهو بيكمل منظومه القوات الجويه. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء طيار نبيل شكري على هذه المداخله الهاتفيه. تقدم الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الجنازه العسكريه التي اقيمت للشهيد العقيد احمد عبد النبي بيومي. كان العقيد أحمد قد استشهد مساء الأمس خلال أدائه لمهامه بشمال سيناء. كما قام الفريق أول الصبح بقراءة الفاتحة على روح شهيد مصر البطل وقدم العزاء لأسرته، وأكد أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته المسلحة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب. حضر الجنازة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
كما قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لتقديم التهنئة ولكافة رجال الشرطة بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة للعام الحالي يناير 2016. أعرب صبحي عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني، وخاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر كافة الجهود في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تجسد أسمى صور الانتماء للوطن وتضحية في سبيله. ومن جانبه أشاد وزير الداخلية بالتعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، مثمنا دورها في دعم وتعزيز قدرات جهاز الشرطة. انتهت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من مناقشة نحو 60 مادة في مشروع اللائحة الجديدة للمجلس. وأكد الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن نصوص المواد التي تم مناقشتها حتى أمس الأربعاء تشمل تنظيم اختصاصات وإجراءات عمل اللجان النوعية والخاصة والمشتركة في البرلمان تماشيا مع النصوص التي استحدثها الدستور. حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف من محاولات عديدة لإضعاف دور مؤسسة الأزهر وجذب الطلاب الوافدين لغرس أفكار فيهم تتعارض مع رسالته الوسطية. جاء هذا خلال اجتماع مجلس جامعة الأزهر لمناقشة أبرز المستجدات لتطوير العمل والدراسة داخل الجامعة، والذي طالب فيه الإمام الأكبر عمداء الكليات بأهمية تأهيل العلماء وتدريبهم على تحمل المسؤولية لقيادة كليات الجامعة وتطوير الدراسة داخلها والتعاون مع الجامعات الأخرى حول العالم. كما طالب شيخ الأزهر بضرورة بذل المزيد من الجهد لجذب الطلاب إلى رحاب الأزهر وتقويمهم لوجود محاولات لإضعافه. افتتحت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر بحضور وزير الصحة أحمد عماد ووزير الدولة الإماراتية سلطان الجابر المرحلة الجديدة من مشروع تطوير خطوط إنتاج المصل واللقاح. هذا المشروع ممول من دولة الإمارات العربية المتحدة ويهدف إلى توفير الأمصال واللقاحات في مصر لتصل إلى إفريقيا، ما يدعم أواصر التعاون بين مصر والقارة السمراء. مرحلة جديدة لمشروع تطوير خطوط إنتاج المصل واللقاح الممولة بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة تفتتحه وزيرة التعاون الدولي بحضور وزير الصحة ووزير الدولة الإماراتية سلطان الجابر. ده برنامج بس بيأكد ان احنا مهتمين بصحة الشعب المصري، صحة ولادنا وصحة احفادنا، لان ده لما احنا بنتكلم على تنمية مستدامة فهنا ده يعني مرحلة مهمة من الحاجات اللي هي انجزت في الفترة اللي فاتت. والاهم ان احنا من ضمن الحاجات اللي ناقشناها احنا طبعا النهاردة انا كنت مع وزير الصحة دكتور احمد ووزير الدولة سلطان جابر من الامارات، وده برضو بيأكد على التعاون والعلاقة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات. وزير الصحة أكد ضرورة المساعدة في حل المشكلات المالية التي تواجه الشركة لما لها من دور مهم في توفير الأمصال واللقاحات الطبية المختلفة. إن فاكسيرا دي بتمثل جوه مصر العمق الاستراتيجي الصحي لمصر. كل المصانع الأساسية اللي بتخدم هذه الدولة، بنك الدم الرئيسي، بنوك الدم هنا، فدي العمق الصحي الاستراتيجي لمصر. كون دولة الإمارات بتساعدنا في المصانع، وده جزء المشاريع الاستثمارية الخاصة بالقطاع الصحي. أبعاد أخرى تعود بالنفع من وراء تلك المشروعات، لا سيما الاقتصادية والسياسية. البعد السياسي ان المصنع ده بوابة رئيسية لأفريقيا اللي هي اكتر القارات احتياجا لهذه الانواع من المنتجات، فنقدر من خلاله يكون في علاقات بيننا وبين الدول المحتاجة. البعد الاقتصادي ان المصنع ده ممكن يحقق عائد مرتفع جدا عند استخدامه او استغلاله بطاقة قصوى اللي هو 10 مليون وحدة. المشروع يهدف الى توفير الانسولين وامصال التطعيم والامصال المضادة لعضة الحياة والثعبان والعقارب، وكذلك السموم البكتيرية، ما ينهض بصحة المواطن المصري وتوفير اللقاحات الأساسية لملايين الأطفال سنويا. اتخذت كافة محافظات الجمهورية التي تتعرض لموجة طقس سيء وأمطار غزيرة العديد من الإجراءات
وكافة التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها لتطهير المجاري المائية لتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار. وطلب وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر من المحافظين والأجهزة المعنية تكثيف الجولات المرورية لتفقد حالة مخرات السيول وتطهيرها، وذلك في إطار إجراءات المحافظات لمواجهة سقوط الأمطار مع التأكد من إزالة العوائق التي تعترض مجاري السيول وجاهزية المعدات اللازمة لسحب تجمعات الأمطار. جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقاده للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رافضا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له بأن تصريحاته تبرر الإرهاب. وطلب الأمين العام للمنظمة الدولية طالب القيادة الفلسطينية بإعادة توحيد غزة والضفة الغربية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن التصرف ضد الاحتلال من طبيعة البشر. انتقادات دولية واسعة تتعرض لها إسرائيل بعد قرارها بناء 153 وحدة سكنية جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة. ففي جلسة لمجلس الأمن الدولي وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالأعمال الاستفزازية، كما رفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي اتهمه فيها بدعم الإرهاب على حد قوله بسبب انتقاده لاستمرار عمليات الاستيطان. أكرر الموقف الثابت للأمم المتحدة بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد بتدمير حل الدولتين. الأمين العام للمنظمة الدولية اعتبر خلال كلمته أن الأنشطة الاستيطانية تعد استخفافا بالشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، مطالبا إسرائيل بتجميدها. وفي سابقة هي الأولى من نوعها أبدى مون قدرا من التفاهم لمشاعر اليأس والإحباط التي يعيشها الفلسطينيون. إن التدابير الأمنية وحدها لن توقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها تعجز عن معالجة الشعور العميق بالاغتراب واليأس لدى بعض الفلسطينيين وخاصة الشباب. فالإحباط الفلسطيني ينمو تحت وطأة نصف قرن من الاحتلال وشلل تام في عملية السلام. ولم تقتصر إدانة عمليات الاستيطان على الأمين العام للأمم المتحدة، بل شملت الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت سفيرتها لدى المنظمة سامانثا باور عن معارضتها لهذا الموقف. تعارض الولايات المتحدة النشاط الاستيطاني، ويشمل ذلك بعض الإجراءات التي تبنتها إسرائيل الشهر الحالي. مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور دعا خلال الجلسة مجلس الأمن للتحرك ضد المستوطنات الإسرائيلية. نثمن المواقف القوية التي عبر عنها جميع أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي بصفة عامة ضد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ولكن يجب أن تترجم هذه المواقف إلى أفعال تشمل إجراءات تتخذها جميع الدول لتحميل إسرائيل المسؤولية عن أفعالها. ويعيش حاليا نحو 550 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وفقا لبيانات الحكومة الإسرائيلية ومراكز الأبحاث. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحرب تبدأ من فلسطين والسلم يبدأ منها، وأن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار ما لم ينعم بذلك الشعب الفلسطيني. قال عباس إن الشعب الفلسطيني سيظل يلتزم بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية السامية والمقاومة السلمية للاحتلال، مؤكدا تمسك الفلسطينيين بالسلام العادل وعدم الالتزام بالاتفاقات التي لا تحترمها إسرائيل. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك أن واشنطن تراقب الوضع في ليبيا عن كثب وتعمل مع شركائها في التحالف الدولي ودول المنطقة إزاء الوضع الحالي. وأضاف كوك في تصريحات صحفية أن واشنطن تتواصل مع الأطراف الموجودة على الأرض لتقييم حجم تهديدات تنظيم داعش، مقرا بوجود قوات عسكرية أمريكية هناك لخلق نوع من التواصل، مشددا على أنه من المبكر الإعلان عن أي خطوات لشن ضربات جوية في الوقت الحالي.
يتوجه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلا إلى إثيوبيا اليوم لحضور اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا. وكان كوبلا قد أكد أن الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين هو الحل الوحيد للأزمة هناك، وأكد على أهمية تشكيل حكومة جديدة قوية تستطيع التوجه لمجلس الأمن لطلب رفع الحظر والتسلح ضد تنظيم داعش. الحل الوحيد ولا بدائل عنه، هكذا أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أهمية الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين والذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي. كوبلر أكد خلال مؤتمر صحفي من تونس أن لديه الصلاحية والحرص على احترام الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن عامل الوقت حيوي للغاية في عودة الاستقرار للبلاد. العملية السياسية تسير ببطء وما زالت الأطراف تناقش الاتفاق في البرلمان، هذا لا يمثل مشكلة للجماعات المتشددة، فهم يواصلون تمددهم على الأرض وتحديدا في الجنوب باتجاه النيجر وتشاد، وهو ما يثير القلق حيث تتواجد هناك التنظيمات الإرهابية، ولذا يتعين علينا الإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي. وأوضح كوبلر أن على المجلس الأعلى للدولة مناقشة الوضع وعليه ممارسة عمله، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري يجب أن يكون الخطوة الثانية بعد المصادقة على الاتفاق من قبل مجلس النواب الليبي. لقد أرسلوا قائمة بالأسماء إلى المجلس الرئاسي وحددوا مهلة 10 أيام كموعد نهائي، وهذا أمر من حقهم، ولكنني أأمل أن يتم احترام هذه المهلة المحددة وأن يناقشها البرلمان الأسبوع المقبل. 10 أيام هي إذن المهلة المحددة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج للإعلان عن تشكيلته الجديدة للحكومة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار بطلب البرلمان المعترف به دوليا بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة. قال هيثم مناع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية إنه أرسل للأمم المتحدة قائمة تضم 15 اسما لابد أن تشارك في محادثات جنيف. وأضاف مناع أنه أرسل نسخة من القائمة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وكذلك للولايات المتحدة وروسيا. وكان دي مستورا قد وجه الدعوات الثلاثاء الماضي لحضور محادثات جنيف حول سوريا المقرر عقدها يوم الجمعة 29 من الشهر الحالي. على المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم أن تحقيق الهدف في سوريا يتطلب إكمال قائمتي المعارضة والمنظمات الإرهابية على حد وصفه. كانت الهيئة العليا للمعارضة السورية قد أكدت أن قرارها النهائي مرتبط بالعديد من الإجابات على استفسارات وتساؤلات تم إرسالها للمنظمة الدولية. عشية انطلاق مباحثات السلام السورية في جنيف والمعروفة بجولة جنيف 3، تعلن الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية المجتمعة في الرياض قرارها بشأن المشاركة في المفاوضات مع النظام السوري. الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوقف الهجمات على المناطق المدنية قبل بدء أي محادثات، وكذلك رفع الحصار الذي تتعرض له بعض المناطق. وكبادرة على حسن النوايا اشترطت المعارضة السورية أن تلبي حكومة دمشق وحلفاؤها طلباتها قبل إجراء المفاوضات، غير أن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت جنيف 3 فرصة تاريخية داعية المعارضة للمشاركة فيها دون شروط مسبقة. وتعقيدا للموقف، شدد هيثم مناع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية على عدم مشاركته في محادثات السلام إذا لم يتلقى الزعيمان الكرديان صالح مسلم وإلهام أحمد دعوة للحضور. كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنها لم توجه دعوات سوى لأطراف سوريين لحضور مفاوضات السلام في جنيف. ومن المقرر أن يرأس وزير الخارجية السوري وليد المعلم وفد الحكومة السورية وفقا لإعلان روسي. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد التقى نظيره الفرنسي لوران فابيوس للتحضير لمحادثات جنيف 3. ولا تزال هناك 3 مشاكل على الأقل عالقة حول المفاوضات السورية حسبما صرح فابيوس، وهي ما يتعلق بالأطراف المشاركة والصعيد الإنساني والموضوعات التي سيتم بحثها. لمزيد من المتابعة معنا من دمشق السيد حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة التنسيقية الوطنية السورية. سيد حسن، هيئة التنسيق الوطني، هيئة التنسيق الوطني، إذن نعم. اسمها الرسمي هو هيئة التنسيق الوطني، نعم، الوطنية الوطنية، نعم.
سيد حسن، هل تتفق مع ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية فيما يتعلق بتحقيق الهدنة في سوريا؟ ماذا أعلن تماما؟ هو يقول نعم نعم، هو يقول يتطلب إكمال قائمتي المعارضة والمنظمات الإرهابية. نعم طبعا ضروري جدا. نعم. استكمال تشكيل وفد المعارضة للهيئة العليا والوفد التفاوضي. نعم. من مخرجات ونتائج مؤتمر الرياض ومؤتمر القاهرة. نعم. والمعارضة التي حضرت في موسكو التين. نعم. لحتى يكون وفد المعارضة يشمل كل ممثلين عن كل قوى المعارضة وعدم استثناء أي طرف، لأنه إذا كان هناك حرص على التوافق الأمريكي الروسي، التوافق الدولي، التوافق الإقليمي، التوافق العربي، ينبغي أن يكون هناك بالمقابل حرص على التوافق الوطني في سوريا بين كل قوى المعارضة الوطنية، بحيث أنه يكون وفد المعارضة وازن ومقبول وشامل وممثل للجميع. للجميع. أما أي نقص في التمثيل فسيضعف الوفد التفاوضي لقوى المعارضة. نعم. طيب ما زالت هناك خلافات فيما بين قوى المعارضة في الداخل وفي الخارج فيما يتعلق بمحادثة جنيف 3، هل نستطيع أن نقول أن هذه الخلافات ربما تنحى جانبا في اللحظات الأخيرة وتنعقد المباحثات؟ عمليا نظريا انتهت الخلافات، لأنه معظم قوى المعارضة حضرت مؤتمر المعارضة بالقاهرة 8-9 حزيران للعام الماضي، وحضرت أيضا قوى المعارضة الائتلاف والهيئة التنسيق الوطنية وقوى ميدانية مؤتمر الرياض. وبالتالي نظريا الائتلاف قيادته الحالية التي لم تحضر مؤتمر القاهرة وافقت على حل السياسي وعلى الدولة المدنية الديمقراطية. يبقى أن هناك أن يكون هناك موقف عملي حقيقي من وافقة على حل السياسي. الحل السياسي لا يمكن أن ينجز حقيقة إلا عبر التفاوض في جنيف 3. نعم. موعده غدا. نعم. وهناك تردد من بعض أفراد أعضاء الهيئة العليا من الائتلاف، إن كانوا مدنيين أو عسكريين، تردد في الحضور. نحن نسعى ونعمل لإقناعهم بضرورة. إذن كل ذلك يكون مطروح على المائدة في المباحثات. شكرا جزيلا لك سيد حسن عبد العظيم من دمشق. في اليمن قتل 6 عناصر على الأقل من الحماية الرئاسية اليمنية في تفجير سيارة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش تابعة للقصر الرئاسي في مدينة عدن جنوب البلاد، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية. وأضافت المصادر الأمنية قولها إن الانفجار هز المدخل الخارجي لمقر إقامة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في عدن، حيث وقع التفجير عند نقطة التفتيش الأولى المؤدية إلى قصر المعاشيق والتي تبعد نحو 1.1 كيلومتر عن مبنى القصر. تزامن وقوع التفجير مع دخول موكب محافظ المدينة عيدروس الزبيدي إلى القصر دون أن يصيبه بأذى. نشرتنا مستمرة ومن أخبارها بعد الاقتصاد. منظمة الصحة العالمية تقول إنها تتوقع من 3-4 ملايين إصابة بفيروس زيكا الذي يتسبب في تشوه الأجنة في الفترة القادمة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض مع رئيس جنوب السودان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وتطورات تنفيذ اتفاق التسوية السلمية جنوب السودان والذي وقع أغسطس الماضي. مصر تتسلم الدفعة الثانية من مقاتلات الرافال الفرنسية والقوات المسلحة تنظم عرضا لها في سماء القاهرة. بان كي مون يجدد رفضه المستوطنات الإسرائيلية ويقول إنها غير قانونية وتهدد بتدمير حل الدولتين. أخبار المال والاقتصاد موعدها الآن مع حسام الدين عاطف. حسام، يبدو لديك بعض الأخبار الإيجابية عن البورصة المصرية. بالفعل أمل وأحمد، للجلسة الرابعة على التوالي البورصة المصرية ترتفع هذا الأسبوع. شكرا ومشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. البنك المركزي ينسق مع المركزي الصيني لاستلام قرض المليار دولار الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر. أهلا بكم من جديد. قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري إنه جاري حاليا التنسيق مع الجانب الصيني لاستلام قرض المليار دولار والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر مؤخرا. وكانت مصر والصين قد وقعتا على اتفاق خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر يتم بمقتضاها تقديم قرض لمصر بقيمة مليار دولار. وأكد المركزي المصري أنه بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الحكومة، مشددا على أن القرارات الأخيرة التي اتخذها المركزي تشجع البنوك على التمويل وترفع من ربحيتها. تفقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، تفقد 9 مخازن لشركتي الجملة العامة والمصرية للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية لصرفها للمواطنين. وأشارت الوزارة إلى أن الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والموردين من القطاع الخاص تقوم بتوريد مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفيرها للبطاقات التموينية البالغ عددها نحو 20 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن، بالإضافة لسلع فارق نقاط الخبز والتي تقدر بنحو 500 مليون جنيه شهريا. قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة إن الخسائر السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة بلغت 6 مليارات جنيه خلال 3 أشهر الماضية، مضيفا أن شرم والغردقة تخسران منذ الأزمة المفتعلة نحو 2 مليار جنيه شهريا. وشدد فودة في تصريحات على أن هذه الأزمة مفتعلة ولم تشهدها شرم الشيخ من قبل إطلاقا، مشيدا بمبادرة البنوك لدعم السياحة ودعا إلى استمرارها. وننتقل إلى البورصة المصرية التي وصلت مؤشراتها ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والمحليين الأفراد. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 391.3 مليار، وسط تعاملات بلغت نحو 729.3 مليون جنيه. قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم إن التقلبات والتذبذبات الحادة باتت هي السمة الأساسية لأسواق المال بالعالم. وأضاف عمران إنه على الحكومات خاصة العربية التركيز وزيادة الاهتمام بأدوات الدين الثابت الممثلة في أسواق السندات، خاصة في ظل بوادر الأزمات الاقتصادية والعجز في موازنات بعض الدول خاصة الخليجية منها. توقع وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الخميس أن تتضمن ميزانية العام 2016-2017 عجزا ماليا بنسبة لن تقل عن 64%. وقال الصالح أن العجز المتوقع سيبلغ 12.2 مليار دينار، أي نحو 40 مليار دولار. ويأتي هذا الرقم بعد خصم قيمة استقطاع صندوق الأجيال القادمة والبالغ 10%. وأدى الانخفاض الحادي في أسعار النفط العالمية إلى مفاقمة العجز المالي بالكويت والذي تعتمد عليه الحكومة في تمويل خزائنها.
وإلى أخبار الذهب، حيث هبط المعدن الأصفر اليوم من أعلى مستوى له في 12 أسبوعا بعد أن أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي أو البنك المركزي الأمريكي أقر بالصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لكن البنك أشار إلى أنه من غير المرجح أن يحجم عن رفع أسعار الفائدة هذا العام. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1117 دولارا و64 سنتا للأوقية. وانخفض الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 14 دولارا و39 سنتا للأوقية. ونزل البلاتين إلى 0.7% إلى 873 دولارا و65 سنتا للأوقية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى وقفاتنا السياسية مع عمر رشدي وأحمد سليمان، تفضل. شكرا لك حسام. أعلنت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان أن لجنة الطوارئ بالمنظمة ستعقد اجتماعا في الأول من فبراير القادم للتجاوب مع انتشار فيروس زيكا الذي له صلة بضمور في الدماغ لدى الآلاف من الأطفال حديثي الولادة بالبرازيل. وتقول المنظمة إن الفيروس الذي أصاب نحو 4 ملايين شخص من المرجح أن ينتشر في جميع أنحاء الأمريكتين، حيث يوجد حاليا في 21 دولة بالكاريبي وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وتتضمن أعراضه حمى خفيفة والتهابا في الملتحمة والصداع. فيروس زيكا فيروس جديد بدأ في الانتشار مؤخرا في بعض دول العالم، تشبه أعراضه أعراض الإصابة بنزلات البرد العادي مع طفح جلدي وغثيان وقيء، لا علاج له حتى الآن ولا تطعيم. كان أول ظهور للمرض في دول أمريكا الجنوبية، ثم بدأ في الزحف شمالا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتقل عن طريق نوع من البعوض يسمى الأيدس، الأمر الذي دعا منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق تحذيرات للسيدات الحوامل من السفر إلى هذه المناطق تجنبا للإصابة بالمرض الذي يؤدي إلى تشوهات الأجنة في أرحام أمهاتهن وولدتهم بمخ صغير الحجم غير مكتمل النمو، الأمر الذي يتسبب في إصابتهم بعاهات مستديمة بعد الولادة. إذا ما تم التركيز على البعوضة فإننا نستطيع التحكم في المرض، ففي هذه الحالة لا يهم إذا ما اتخذ الفيروس أشكالا جديدة، فالمهم بالدرجة الأولى هو ألا ينتقل المرض من إنسان إلى آخر. ينتمي فيروس زيكا إلى عائلة الفيروسات المصفرة أو المسببة للحمى الصفراء الذي ظل محصورا في إفريقيا وأسيا من الخمسينيات وحتى عام 2007 حين امتد شرقا إلى جنوب وسط أمريكا، وله صلة بحمى الدنج ومرض غرب النيل وينقله بعوض من المناطق الاستوائية. جدير بالذكر أن فيروس زيكا ظهر لأول مرة في البرازيل في مايو الماضي، وبعد ظهوره في البرازيل شق طريقه إلى 17 دولة في أمريكا الشمالية والجنوبية حيث ينشط هناك بشكل أساسي. فقد أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية وهي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن إصابة 1350 شخص بالفيروس في كولومبيا ولادة 100 رضيع برأس صغير، وهو يطلق عليه مرض الصعال، فيما سجلت البرازيل 3893 حالة إصابة بالفيروس من بينها 49 حالة وفاة في عام 2015 وفي المقابل 145 حالة عام 2014. وينتشر فيروس زيكا أيضا في السلفادور بنحو 5561 إصابة وهندوراس 608 إصابات. في الكاميرون قتل 4 مدنيين وأصيب آخرون بجروح في اعتداء انتحاري مزدوج في بلدة كيراوا بالمنطقة الحدودية مع نيجيريا في أقصى شمال البلاد، والتي تتعرض بانتظام لهجمات من جماعة بوكو حرام المتشددة، وقد أكد مصدر أمني وقوع ذلك الحادث. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا من الأخبار: بعد عقود من فرض الحظر عليها، اليابان تزيح الستار عن أول طائرة شبح مقاتلة محلية الصنع. طبعا أمل حنان، يتبقى هذا الخبر قبل أن نختتم بانوراما الرابعة. كشفت وزارة الدفاع اليابانية عن أول طائرة شبح مقاتلة محلية الصنع،
وبذلك تصبح اليابان ضمن مجموعة قليلة من الدول القادرة على صنع هذا النوع من الطائرات. يأتي هذا بعد عقود من الحظر الذي فرضه الدستور الياباني على تصنيع الأسلحة الثقيلة، ونتيجة للظرف الدولي الحالي الذي تشهده منطقة الشرق الأقصى. بعد عقود من حظر تصنيع الأسلحة الثقيلة على اليابان، كشفت وزارة الدفاع اليابانية عن أول طائرة شبح مقاتلة يابانية الصنع. الاسم الذي تم إطلاقه على الطائرة هو X2، وبإنتاجها تصبح اليابان في طليعة مجموعة قليلة من الدول قادرة على صنع مثل هذا النوع من الطائرات. هذه هي أول طائرة شبح تطورها اليابان، ولا أستطيع الخوض في التفاصيل المتعلقة بقدراتها الخارقة، لكننا نعتبرها على مستوى مرتفع للغاية من التكنولوجيا. وتجري حاليا الاختبارات النهائية للرحلة الأولى للطائرة التي ستنطلق بعد منتصف فبراير من مطار ناغويا إلى قاعدة جوية تابعة لقوات الدفاع الذاتي في مقاطعة جيفو. وعلى الرغم من كونها طائرة عرض فقط في الوقت الحالي، إلا أنه من غير المستبعد أن يتم دمجها مستقبلا في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وهي قوات مكونة من وحدات برية وجوية وبحرية دربت للدفاع فقط، لتكون بديلا عن تشكيل جيش ياباني حسب ما ينص دستور البلاد الذي تمت كتابته بعد خسارتها الحرب العالمية الثانية، والذي ينص أيضا على ألا تمتلك اليابان أي أسلحة هجومية. هذه طائرة عرض، لكن إذا كان لقوات الدفاع الذاتي أن تدمج في المستقبل طائرة مقاتلة، فإن الأهمية هي أننا أوجدنا خيارا كي نطور مثل هذه الطائرة محليا، بل وحتى في حالة المشاركة في تطوير هذه الطائرات لامتلاك التكنولوجيا، فستتمكن اليابان من المشاركة على نحو مسيطر، أو سيكون لديها قوة مساومة. وكانت الحكومة اليابانية المتعاقبة وخاصة حكومة رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي قد تمكنت عبر التحايل على نصوص هذا الدستور السلمي من تطوير القدرات العسكرية لليابان، مستفيدة بذلك من الظرف الدولي الحالي. ففي ظل التطلعات الروسية في المنطقة والصعود الصيني والتمرد الكوري الشمالي، بات من مصلحة القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون اليابان قادرة على المواجهة. ختاما هذا تذكير بأبرز الأخبار. السيسي يستعرض مع رئيس جنوب السودان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وتطورات تنفيذ اتفاق التسوية السلمية في جنوب السودان الموقع في أغسطس الماضي. مصر تتسلم الدفعة الثانية من مقاتلات الرافال الفرنسية، والقوات المسلحة تنظم عرضا لها في سماء القاهرة. بان كي مون يجدد رفضه المستوطنات الإسرائيلية ويقول إنها غير قانونية وتهدد بتدمير حل الدولتين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.